السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مثل الخير عليكم حبيباتي، واش حوالكم؟ لاباس؟ ما عليكم، شو اسمنا؟ كامل تكونوا بخير وعلى خير. واللي دخلت جديدة للقناة نرحب بها ونتمنى انه يعجبها المحتوى اللي راهو فيها، ونكون عند حسن ظنكم ان شاء الله يا ربي يا الحبيب. لانا كيما راكم تشوفوا حبيباتي، وعلى وعدتكم بلي نحط لكم الوصفة نتاع خبز الدار اللي درتها مع الكريم دي ساغ. ها هي الوصفة نتاع خبز الدار اللي بزب زب 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 هايل، ولا رسات هادي يا البنات ماهيش تاعي، تاع جوستي هي اللي عطاتها لي. الحق قالت لي هزيت على وحده مغربيه تقولي لهم تاع جوستي، مانيش انا اللي مدايرتها، دارتها وحده مغربيه وانا درتها عليها. المهم حبيباتي، ولا ما نعرف اسم اللي دارت هاد الخبز الدار، هي قالت لي جوستي هزيت على وحده مغربيه. شي هي البنات لهنا، احنا درنا كونتيتي، هي الوصفه الحقانيه ماهيش هكا الوصفه تاع الصح. دير زوج خبزات، هي فيها نصف لتر حليب، ثلاث بيضات، نصف كأس نتاع الزيت، وملعقة نتاع زهر، ملعقة سكر، وملعقة نتاع خميرة الخبز، وحطينا شوية نتاع سينوج، وشوية نتاع ملح. الملح اللي هنا مازال ما حطيتوش حتى مع الاخر. وشي يا حبيباتي اللي هنا وش راح تحطي؟ الكيلو راح يدي لك كيلو تاع فارينة، كيلو فارينة، نقص منها كاس، نحكم كيلو فارينة ونقص منها كاس، نعوضو دقيق، نعوضو سميد، نعوضو سميد. متفاهمين يا البنات؟ مي انا لهنا وش حطيت يا البنات؟ حطيت اطر حليب مع ست بيضات، ملعقتين تاع سكر، ملعقتين خميرة، ودركا راح نزيد نحط زوج ملاعق نتاع زهر، زوج ملاعق كبار نتاع زهر، وشوية نتاع سينوج. ولهنا حنحط زوج كيسان نتاعي تاع الدقيق، بما اني ما عنديش لهنا الفارينة تاع الكيلو، نبدأ بزوج كيسان دقيق وراح نكملها فارينة، نشيح بالفارينة حبيباتي. قاعدين تشوفوا الكمية، انا لهنا ضاعفتها، بهدرت ربع خبزات نتاع الخبز، ضاعفت الكمية حبيباتي. لهنا درك نعاود لكم الوصفة نتاعنا نتاع نهار اليوم، هي نصف اطرة نتاع حليب، هادي باش تعطيك زوج خبزات، نصف اطرة حليب، ثلاث بيضات، ونصف كاس نتاع الزيت. راح تخبطي كل شيء مع بعضه، وتحطي مغرفة نتاع سكر، ومغرفة خميرة نتاع الخبز، وشوية نتاع الملح، وتحطي ملعقة كبيرة نتاع المزهر وتاع الزهر. وبعدها حبيباتي راح نهزو كاس دقيق ونكمل، نحط فيها كاس دقيق ونكمل نشيح بالفرينة. ما ننساش كمية نتاع الملح اللي نحتاجها، وتحطي سينوج ولا جلجلانية. إلا حبيتي كمية مضاعفة ديري كما أنا، ضاعفت الكمية حبيباتي. واش درت حبيباتي؟ أنا درت إطر حليب، ست بيضات، كاس تاع زيت، و زوج شكاير نتاع خميرة كيميائية، وزوج ملاعق نتاع خميرة، وزوج ملاعق نتاع سكر، وبيان سيغ ما ننساش الملح والماء زهر مع السينوج. لهنا كيما راكم تشوفوا كملت شيحت بالفرينة. هي من الاحسن الا ما عندكش الكيل حطي الكاس نتاعك نتاع الدقيق، الا درتي كميه قد تاعي حطي زوج كيسان دقيق وكملي شيحي بالفرينة. ولا درتي الكميه كيما نقولوها تاع زوج خبزات، هذه تمد لك ربع خبزات يا البنات. الكميه اللي درتها مدت لي ربع خبزات، الكميه تاع ثلاث بيضات مع نص اطره حليب تمد لك زوج خبزات. هذيك ثانيه راح تحطي كاس تاع دقيق وكملي شيحي بالفرينة عادي يا البنات. وهذه هي راح يجي بزب زب 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 الخبز هذا هش، وراكم كيما قاعدين تشوفوا بدون دلك، راهو بدون عجن يا البنات. راح نخليه يطلع بعدها اللوز ونحطه في السنيوات نتاعي، وندخل نخليه يطلع لي وندخله للفرن مباشره.
كيما نقولوا ما عجنته ما قلقني ما والو. خبز الدار جد 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 سريع ويجي خفيف هاك. وشفتوه كيفاش يجي يا البنات، اون دي غير راهو معجون ومعاود. ونسبه الدقيق فيها كوش زوج كيسان معمرين تاع دقيق، يعني موش معجون بارابور الدقيق الفارينه والدقيق يعودوا مش معجونين. بحال حين يمدوك الغزلت هذيك، الغزلت هذيك جاتنا يا البنات من كميه الخميره الكيميائيه اللي حطيناها، ومن البيض اللي حطيناه هو اللي عطانا الخفه هذيك حبيباتي. لهنا كيما راكم تشوفوا الخليط نتاعي ضاعف الحجم نتاعو. راح نبدا لهنا، انا دهنت البلاطوات بالسمن ويدي تاني باش يجيني يجيني طري من تحت ويجيني بنين الخبز نتاعي. كيما راكم تشوفوا ما معجوزتي هي تاني دير بالسمن، سي بوغ سا كمل درت به. وكيما راكم تشوفوا حبيباتي دهنت لي بلاطو نتاعي، وراح نبدا نحط الخبزات نتاع خبز الدار نتاعي اللي راح نديرو. ولهنا وكيما قلت لكم الكميه اللي درتها هذه تاع اطر حليب مع 6 بيضات عطاتني 4 خبزات تاع خبز الدار لا باس بهم. دوك تشوفوا الكميه اللي عطاتني قدمه لهنا يا البنات. اقسمت خبز الدار تاعي لهنا، انا ما حبيتوش طالع بزاف ومانيش حابتو هابط، يعني حابتو مويا يكون مليح. ولهنا هذا الخبز ما متطلعيه راح يجيك بزاف بزاف هايل، علاه يجيك فارغ باسكو خفيف خفيف بزاف بزاف، ما تخافيش منه ما يجيكش خلاص معجن. الا درتي بالطريقه اللي قلت لك عليها عارفي. وسورتو تاني كاينه حاجه ما تيبسيش يا البنات، كيما شفتوا العجينه تاعي كانت طريه بزاف وتتلاصق في اليد. لهنا دركا كيما راني قاعده نقرص فيها، لو كان مانيش قاعده ندير ندهن في يدي باش نقرص راح تلصق لي في يدي تلمو العجينه خفيفه حبيباتي. هلا هنا قرصت الخبيزات نتاعي كيما راكم تشوفوا، يعني خبزات لا باس بيهم، وراح نغطيهم ونخليهم يطلعوا لي بعد ما يتضاعف شويه الحجم نتاعهم. راح ندهنهم بالبيض ونحطهم في الفور. هذه الخبز هذا راهو بزاف بزاف سهل، كش مشتوني عجنت والو يا البنات، ما عجنت ما والو. وكوشتو الخفه نتاعو اللي جات الله يبارك، شي يهبل يهبل اكوشتوه، يعني بخيس كاني بدون تقطع خلاص قاعد نعت لكم، ماني قاعد نعت لكم كده كده. لهنا يا البنات بعد ما ضعف لي شويه الحجم نتاع الخبز الدار نتاعي زاد لي شويه، يعني طلع البيض نتاعي. واش استعملت فيه يا البنات؟ حطيت فيه شويه نتاع نسكافي مع 2 ملاعق نتاع حليب وبيضه كامله. انا لهنا درت بيضه كامله لاني عندي 4 بلاطوات يا البنات نتاع الخبز نتاع خبز الدار. كيما راكم تشوفوا حبيباتي جيت ندهن بالبنسو تاع المخفف، خفت يعود يهبط لي. ايا وليت درت بيدي دي ديما ديما نعرف كيفاش نتحكم فيها او ما نضغطش بزاف على الخبز نتاعي. لهنا يا البنات دخل دهنت الوجوه اللي عندي كامل كيما نقولوها البلاطوات اللي عندي كامل، وبعدها راح ندير شويه جلجلانيه. ولا انا في نفس الوقت يا البنات ديجا راني مشعله لو فوغ نتاعي على 200 درجه مئويه، لانه الفور مش سخون بزاف ومش بارد خلاص، يعني موين. سي بوغ سا حطينا على 180 درجه، على 200 درجه. انت الا كان الفور تاعك سخون بزاف ديريه على 180 درجه. انا الفور تاعي راهو سخونيه تاعو معتدله عاديه، حطيته على 200 درجه. ودوك نبدا نطيب بالواحد ونعطي لكم النتيجه الرائعه اللي تحصلت عليها حبيباتي. لهنا يا البنات راح نبدا بالبلاطو الكبير، ولهنا هاني حطيته على 200 درجة مئوية. ودوك نعاود نرجع لكم حبيباتي. لهنا بعد ما طابت لي الخبزة الأولى عاود حطيت الخبزة الثانية. شوفوا يا البنات هذا البلاطو شوية يلصق لأنها جوستي مش متعودة أنها طيب فيه بلا البابي كويسون. لهنا حبيباتي قلبتو وشوفوا النتيجة الرائعة يا البنات، قاعدين تشوفوا صدقوني بزاف بزاف هايل. على بالي بلي يدي البيض بزاف، حتى انا تاني قلت لها ما قلت لها كيفاش انا نمدو، يعني البنات ماهوش اقتصادي يعني من ناحيه البيض، بصح من ناحيه التعب راهو بزاف بزاف يهني. هو صح يدي لك البيض الا درتي 2 خبزات راح يديك 3 بيضات، والا درتي 4 خبزات وكنتو كيما نقولوها في عائله راح يدي لك 6 بيضات. 6 بيضات بارابول للتعب تاعو اللي ما فيهش خلاص والله ما يخسر يا البنات.
بيضات واطراح حليب وكاس تاع زيت، خرجوا لي 4 خبزات حجم كبير يعني الله يبارك، مع 2 كيلو دقيق، 2 كيلو فارينة ناقصين 2 كيسان منهم، يعني 2 كيلو غير 2 كيسان، 2 كيسان هذوك تعوضهم دقيق، تعوضهم دقيق، يعني راهي ريسات فاسيل وغابيد وبنينة، وش نقولكم، التجربة خير دليل، وخلاص التجربة خير دليل، والنتيجة راهي موضحة أمامكم، راهي شوفوا راني كذا نقسم حداكم، كذا نحط حداكم، كي نقولكم هش هش يا البنات هاكو غادي نشوفوا، يي والله الخبزة الأولى تكلت، الثانية زادت جزو بجزات كلا الشيخ، هي علاش عليكم، شوفوا جينا نتعشاو، وأنا قلت لها أنا شبعت، قلت لها واش نتعشاو، زدنا ورا العشاء، حطيت لهم معاك كريم دي ساغ هداك، والله يا البنات شهيدكم في الجنة، جربوه بركم ما تندموش، وما كومش رايحين تندموا على هاد لاغيسات. لهنا حبيباتي راح اخليكم في هاد المرحلة، ونقولكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، وبيان سور قولوا لي واش رايكم، اسكو عجبتكم الوصفة ولا نو في صندوق الوصف، لاني هاد الوصفة راهي بزاف بزاف سهلة، وما هيش متعبة، وما فيها لا عجين لا شي لا والو، تقدري تخدميه غير بالمغرفة وتحطي في البلاطوات نتاعك. ملاقات الخير ان شاء الله في فيديو اخر، مع السلامة حبيباتي.